فيما غلب الهدوء النيابي على عطلة نهاية الأسبوع، لاقى الطلب الذي تقدم به عضو مجلس الأمة النائب محمد هايف المطيري لتعديل المادة 79 من الدستور، لاقى تحفظات نيابية عدة من بوابة الحفاظ على هوية الدولة المدنية وغلق الباب أمام محاولات تحويلها إلى دينية. وفي المقابل رحب بعض النواب بطلب هايف، انطلاقا من أن تعديل المادة المستهدفة يستوجب فقط على المقبل من التشريعات مطابقة أحكام الشريعة الإسلامية ولا يختص بالقوانين القائمة. وجهات النظر في تقرير لرباب الداح. تنص المادة 79 من دستور الدولة أنه لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير. في مقترح نواب المقدم مؤخرا بمبادرة من النائب محمد هايف، تصبح المادة وفقا لمقترحهم لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان موافقا للشريعة الإسلامية. اقتراح جوبها بغضبة نيابية. أي شيء أنا أقول أحط على ورقة يعني صار واقع، واقع لما يصوت عليه ولما يوافق عليه صاحب السمو، هذا الواقع. هذا خيال الآن اللي قاعد يتكلمون فيه. المنطق يقول أن هذه دولة مدنية، ما هي دولة دينية، فإذا تبي تحولينها إلى دولة فقهاء والنهاية يسود الفقه الأكثر اتباعا، قولوا لنا نهاجر. وقد يقول الطرف الآخر ما المانع إذا كانت القوانين توافق الشريعة الإسلامية؟ مانع كبير. هذه الدولة دولة مدنية، إن حولتيها إلى دولة دينية راح ندخل في جدال. أي دين؟ إسلامي؟ أي مذهب؟ الأغلبية سنية ماشي. من الفقهاء يفتينا؟ من يفسر النص الديني؟ وندخل في هذه الإشكالية. الكويت دولة مدنية. الاطروحات هذه يعني هذه آراء نحترمها، ولكن ما راح يكون لها أي نوع من قضية أسلمة القوانين، وبالتالي إحنا في مجتمع محافظ. والحمد لله رب العالمين، يعني الترجمة الحقيقية للإسلام هو السلوك. أنا أعتقد القانون هذا ما راح يعني يمشي، وبالتالي الوضع الدستوري واضح وصريح. دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، هو نص يحمل فيه المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية. نتحدث عن نص المادة 2 من الدستور. في المادة 12 تأكيد على ضرورة وجوب صون التراث الإسلامي والعربي. في المادة 18 تأكيد على أن الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية. فلماذا بعد كل هذه النصوص الدستورية يتقدم النواب بمقترح لتعديل المادة 79؟ احنا نعتقد ان الشريعة الإسلامية منذ التحرير كان فيه لجنة لاستكمال تطبيق احكام الشريعة، ومشت بخطوات يعني معقولة في البداية. الآن نجد في جمود مادة 79 ما تتحدث عن القائم، قوانين القائمة. مادة 79 تتحدث عن القادم، أن أي تشريع قانوني يجب ألا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. عمليا المجالس والبرلمانات الكويتية ماشية على هذا الأمر حتى بدون التعديل. يعني هنا دائما كل قانون نقدمه الراجع من وجهة نظر شرعية، فهو ما راح يفرق كثير، لكن أيضا راح يجعلها مادة دستورية وهي رتبة أقوى. في النهاية هذه صلاحياتنا، نحترم طبعا ونقدر رأي سمو الأمير في أي توجه كان. يذكر أنه عام 2012 تقدم عدد من النواب باقتراح برلماني لتعديل المادة 79 من الدستور، غير أن هذا الاقتراح قوبل بمذكرة وافية وجهها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أكد فيها حينها إن الأخذ بالمقترح من شأنه أن يثير الخلافات السياسية والفتن الطائفية المذهبية ويهدد الوحدة الوطنية. رباب الداح، الرأي. في المقابل رفضت الحركة الدستورية الإسلامية حدث والتجمع الإسلامي السلفي علاقتهما في البيان الذي أصدرته مجموعة من الحركات الدعوية والسياسية الإسلامية، رغم تأييدهما لأي تعديل يؤدي إلى استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت، شرط أن يكون مدروسا ليحقق الغرض المرجو منه.
كذلك استنكر التجمع الإسلامي السلفي في بيانه القول بأن الكويت دولة مدنية أو علمانية، مشيرا إلى أن ما جاء في الدستور حول أن دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيري. أولا دكتور محمد، ما المطلوب لتعديل أي مادة دستورية؟ سيدي الفاضل، هناك نوعين من المواد. هناك مواد لا يجوز اقتراح تعديلها إلا وفق حدود معينة، وفق اشتراطات معينة، لأنها تخضع لنصوص مانعة من التعديل. وهناك بقية المواد. الآن مادة 79 من بقية المواد تعديلها يحتاج إلى اقتراح من ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة أو من الأمير، ثم موافقة من حيث المبدأ من قبل أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس والأمير، ثم موافقة نهائية من ثلثي أعضاء مجلس الأمة والأمير. إذن نحن بصدد إجراءات مشددة جدا مقارنة بالقانون طيب العادي. نعم، طيب سبق وأن اقترح نواب أو بعض النواب تعديل المادة 79 في حين قوبل مقترحهم بمذكرة أميرية حينها، ألا يعتبر ذلك بمثابة تحصين لتلك المادة؟ أخص مادة 79 من الدستور. يا سيدي العزيز، أنا إذا أتكلم بلغة القانون لا يوجد تحصين، لأننا بصدد مجلس جديد واقتراح جديد الآن. أما إذا انتقلنا إلى المنطق العقلي، عقلا نعلم بأن كي يكون هناك تعديل يجب أن يوافق رئيس الدولة. نعم. ونعلم بأن رئيس الدولة في وقت سابق رفض لأسباب أعلنها. إذن اليوم عندما نتقدم مرة أخرى، إما أننا نتقدم هكذا لإثارة الموضوع، أو أننا نتقدم لأن هناك تنسيق مع رئيس الدولة. هما احتمالان. نعم. ولا أعلم أيهما الصواب. في كل الأحوال نحن بصدد اقتراح. الآن هذا الاقتراح إذا وزننا بميزان الملائمة هو اقتراح غير منطقي، لأن الموافقة من حيث المبدأ على تعديل الدستور تكفي لتعديل أي قانون. إذن على الأرجح نحن بصدد اقتراح أيديولوجي أولا، إذن من الناحية الفنية هو غير ضروري، وأي تعديل لدستور جامد غير ضروري قد يكون ضار، لأنه يجرح فكرة الجمود بلا مبرر. طيب في حال دكتور، في حال الموافقة على تعديل تلك المادة، يعني هل سيكون هناك تعارض بين التعديل الجديد وبين القوانين القائمة حاليا، أم أنها فقط تتعلق بما سيشرع لاحقا؟ أنا أقول أولا طبعا هذا التعديل وفق مقدمينا هو تعديل ينصرف إلى المستقبل. وهنا يطرح سؤال، طيب إذا كان للمستقبل فهي قوانين سوف تقرونها، لماذا هل تشكون في أنفسكم أم لا؟ لكن أنا أعتقد الإشكالية الحقيقية في هذا التعديل ليست هنا، وهذا ما يجعلني أقول هو تعديل أيديولوجي فنيا غير منطقي. الإشارة إلى معيار قابل للاختلاف، قابل للتباين، هذا المعيار سوف يفتح أبواب خلاف. أنت تقول لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، تقصد في مجال الفقه أم تقصد في مجال العبادات؟ إذا قلت في مجال الفقه، ما هو المعيار ومن الذي سوف يحكم وفق هذا المعيار؟ نعم. إذن نحن أمام أسئلة أكثر من الإجابات التي نملكها، وهذا أيضا يجعل هذا التعديل مقلق إلى حد كبير. نعم، الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، شكرا لك.